أختم رح أقول لك أسماء شخصيات سياسية فنية وإعلامية، كم باس عندي؟ بدي منك باس وحدة ولا باس، يعني هو اوكي يفضل ما يكون في يلا باس، بدي منك كلمة أو رسالة لهذا خلينا الشخصية. كلمة كلمة. كلمة. الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله. تنال ما طلبت. سعد الحريري. عائد إلى لبنان من خلال امرأة. امرأة اي ما رأى بتكون بسدة رئاسة مجلس الوزراء. وليد جنبلاط. وصل فهرس الكتاب. نبيه بري. غير أمنك. جبران باسيل. وضعه حرج أمنيا. سليمان فرنجية. ما تخدها هلأ جاي دورك. على فكرة أنا كتير بحبه لسليمان. نصيحة هيدي. كتير بحبه مع أنه ولا مرة قاعد معه وكنت حابب أقعد معه وشغلت وصايت تقعد معه بس ما فدوني بس بحبه. هو ما عم بيقبل؟ لا لا ما وصل له خبر. أه؟ إذا وصل له خبر ما عنده مشكل يعني. يلا نيناتنا ولاد الشمال. بس لقى في معزة خاصة له بعد إيدين ضاف، والحلو أنه عرف يسامح. هذا شيء كتير كبير أن الإنسان يسامح. ويقام وهاب شو بتقله؟ حضر حالك لحقيبة، ما بقى تعلي الدوز. رح نرجع نشوفه برئاسة بمجلس الوزراء. ما في إضاحة، ما بوضح. مريم البس.